السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ديالنا اليوم إن شاء الله غادي نخدمو واحد التمرين آخر اللي غادي يكون خاص بالدي كونتور أسانكرون موديلو 8 ديال الباسكول ديالو، كيخدم في الحالة ديال فخون مونطون. أوكي، المهم اللي بغا يميتريزي أكثر إن شاء الله معنا يحاول يخدم هذا التمرين هو، يعني حاول تصاوبو باستعمال باسكول دي وحاول تعطيني الاسم الكامل ديالو، وباستعمال باسكول جيكا وحاول تعطي الاسم الكامل ديالو. اوكي، وفي الاخير حاول دير لو كرونوغرام، حيت كما كنقول لكم الاخوت، يعني من جهتي انا من الجانب ديالي كنحاول نعاونك باش تميتريزي هذا الشيء ماكسيموم بوسيبل بحول الله. اوكي، وتحاول تجيب، يعني تحاول تفهم وتجيب لا نوت ديالك تكون عاليه ان شاء الله. دونك حاول تخدم هذا التمرين حتى هو اذا بغيتي تميتريزي معايا اكثر واكثر. كان عندك كيستيون، مرحبا، نقول لي شنو هو الكيستيون ديالك، شنو محتاج، متفقين؟ شنو ما فهمتيش ولا شنو ما واضح لك مزيان. المهم بلا ما نطول عليكم دابا بزاف، دونك حاول تخدم هذا التمرين، وفي الاخير غادي ندير لكم الكوريكسيون، يعني كما العاده بالتصاور هو الاول، اي ابري اون فيديو الا احتاجتيه اكيد. يلا ما تنساوش انتم تدعمونا من جهتكم بالضغط على زر لايك، اوكي، كتشجعكم لينا على تقديم المزيد ان شاء الله، وشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم اللي تعم الفائده، فالدال على الخير كفاعله. تحياتي لكم، ونشوفكم من بعد في الكوريكسيون. هنا في الكوريكسيون ديالنا عندنا جوج ديال لي باج، باج 1 باج 2. ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر لايك وشاركوا الفيديوهات مع صحابكم، وإلا ما فهمتوش شي حاجه مزيان في الكوريكسيون بالتصاور يمكن لكم دوزو تشوفوا الكوريكسيون اون فيديو اللي غنخلي لكم من بعد الفاصل. واخا كنظن ان التمرين ان شاء الله غيجيكم سهل باذن الله. اوكي، المهم يلا كما قلت لكم، الا احتاجتي شي حاجه يمكن لك تشوفها في الكوريكسيون فيديو، كان عندك شي سؤال ولا شي حاجه، مرحبا مرحبا والف مرحبا، فقط خلي لي الكومونتير ديالك تحت الفيديو ولا تواصل معايا في الفيسبوك، وبالتوفيق للجميع. ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر لايك وشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم، فالدالو على الخير كفاعله. على بركة الله، هنا باش نصاوبو ديكونتور اسانكرون موديلو 8 اللي الباسكول ديالو كيخدم في الحالة ديال فخون مونطون، غادي نحتاجو من ثلاثة ديال لي باسكول. علاش قلنا غادي نحتاجو ثلاثة ديال لي باسكول؟ حيت عندنا هاد موديلو 8 كتساوي زعما شحال، كتساوي جوج أوس ثلاثة، وهاد ثلاثة اللي كاينة هنا ديال الأوس كتعني زعما بواحد المعنى آخر راه تروا ديال لي باسكول اللي غادي نحتاجو. الفكره قلناها في دوك التروا ديال لي غومارك. هنا واحد الفكره بسيطه اللي بغيت نحاول نشير لكم ليها، اللي هي ديك الغومارك اللي كنت قلت لكم الاولى كنحتاجوها في الارقام الصغار. اوكي، يعني من زيرو حتى ل دونك هذه هي فاش كنحتاجو هاد الغومارك الاولى. اوكي، كنحتاجوها باش نعرفو زعما العدد ديال لي باسكول اللي غادي نحتاجو الا كان عندنا واحد الرقم صغير. بالنسبه للارقام والاعداد الكبار، هذوك الاعداد الكبار عندهم واحد لا ميثود اخرى. اوكي، ولكن غير هي راه مبازيه اون جينيرال على هاد القاعده اللي كنت قلت لكم. اوكي، ديال زعما ديك جوج اس شي حاجه ان، راه ديك ان زعما راه كتعني لينا عدد ديال لي باسكول هنا بين قوسين، متفقين؟ المهم كما قلنا، يعني غادي نحتاجو هنا ثلاثة ديال لي باسكول، جوج أوس ثلاثة كتعني ثلاثة ديال لي باسكول، هادشي اللي رسمنا هنا. الحاجة التانية دابا اللي خصنا نعرفو اللي هي شكون اللي غادي نبرونشيوه مع لونطري ديال الأورلوج ديال الباسكول التاني، واش هاد كيو ولا كيو بار.
العلامة اللي كنا قلنا في دوك التروا غوماخ، بما انه عندنا دي كونتور، يعني راه عندنا واحد لابار هابطة لتحت، وعندنا هنا فخومونطون يعني واحد لابار طالعة لفوق، دونك حتى حنايا غادي نحتاجو باش غادي نحتاجو الكيو، يعني هاد الكيو هي اللي غادي نبرونشيو. هادشي اللي غادي نجيو نديرو دابا، يعني غادي ناخدو كيو، ولا ناخدو بستيلو كحل حسن كما درنا. دونك هاد كيو غادي تبرونشا مع لونتري ديال الأورلوج ديال الباسكول التاني. هنا تا هو هاد كيو غادي ناخدوها نبرونشيوها مع لونتري ديال الأورلوج ديال الباسكول التالت. احنا النص ديال الخدمة تقريبا راه كما قلنا درناه، فقط خصنا دابا هادي نزيدو ليها يعني الجهاز ديال الأورلوج، كنديرو هنا في لونتري ديال الباسكول الأول. دابا هاد الباسكول باش يبقى يشونجي ليطا ديالو، يدير لنا العكس ديالها، اش كنديرو؟ كناخدو هاد الدي كنبرونشيوها مع لا سورتي كوبار، هنا الدي مع لا سورتي كوبار، و الأخرى حتى هي كذلك، وفي الأخير كنخرجو لي سورتي ديالنا هادو. عندنا هنايا كيو أ كيو بي و كيو سي. تري بيان، حنا صوبنا دابا دي كونتور ديالنا اسانكرون موديلو 8 اباز دي باسكول دي اكتيف سور فرون مونطون. هذا هو الاسم الكامل ايضا اللي غادي نكتبو، ولا الاسم الكامل ديالنا اللي غادي نديرو هنايا، حيت كما كنت قلت لكم يعني هذا الاسم الكامل خصكم تكونوا كتعرفوا ليه، متفقين؟ حيت راه بعض الامتحانات ديال فان دو موديول ولا في الفان دو فورماسيون كيقدر يعطيه لكم الاستاذ ولا البروف ديالكم. دي كونتور اسانكرون موديولو 8 اباز دي باسكول دي اكتيف sur franc montant. Très bien. نشوفوا دابا بالنسبه لهذا الديكونتور باستعمال لي باسكول جي كا. هنا بالنسبه للشيمه ديالنا باستعمال لي باسكول جي كا، تا هي كما قلنا نفس البرانسيب، اوكي؟ يعني اللي غادي نحتاجو هو الهاد كو، هادشي اللي غادي نديرو هنا لتحت، يعني غادي ناخدو كو، غادي نبرونشيوها مع لونطري ديال الأورلوج ديال الباسكول تاني، وغادي ناخدو تاني هاد كو تا هي غادي نبرونشيوها مع لونطري الأورلوج ديال الباسكول التالت. وباش الباسكول جي كا يشونجي لينا ليطا ديالو، يبقى يدير لنا زعما العكس ديال ليطا ديالو، مرة يعطينا زيرو مرة يعطينا ان، اش قلنا كنديرو؟ كناخدو هاد جي وهاد كا وكنعطيوها ان. هنا تا هو نفس الطريقة، غادي نعطيوها ان، اوكي؟ جي وكا تا هي غنعطيوها ان. الفكرة اللي خاصنا هي هادي، هادي هي غادي نديرو ليها الجهاز ديال الأورلوج. تخي بيان، وفي الأخير غنخرجو غير لي سورتي ديالنا. عندنا هنايا كيو أ كيو بي إي كيو سي، متفقين؟ الاسم الكامل ديالنا هو دي كونتور أسانكرون موديلو 8 أباز دي باسكول GK active sur front montant. نشوفو دابا بالنسبة للكرونوغرام ديال هاد الديكونتور اسانكرون موديلو 8. كما كنلاحظو هنا في الكرونوغرام، يعني رسمنا سينيال
ديال الاورلوج، جهاز ديال الاورلوج، و لا سورتي كيو ا، لا سورتي كيو بي، و لا سورتي كيو سي ديريكتومون. رسمناهم هادو ديريكت. علاش؟ حيت كما كنلاحظوا هنا في الديكونتور ديالنا، يعني هاد كيو ا مبرونشيه ديريكتومون مع الاورلوج ديال الباسكول الثاني، يعني هاد كيو ا هي اللي كتاثر لينا على الباسكول الثاني، وهنا عندنا كيو بي هي اللي كتاثر لينا ديريكتومون على الباسكول الثالث. اوكي، يعني ما غاديش نحتاجوا حنا لهاد كيو ا ولا هاد كيو بي بار ولا هاد كيو ا بار. اوكي، ما غاديش نحتاجوا لهادو، داكشي علاش حتى حنا ما رسمناهمش في الكرونوغرام ديالنا. باينه الفكره ياك؟ تري بيان. هنا دابا باش نرسمو هاد الكرونوغرام، يعني لي باسكول ديالنا في هاد الحاله شكون هما باش كيخدمو؟ كيخدمو في الفرون مونطون. حتى حنا النقاط الاساسيه اللي غتهمنا هي ديال الفرون مونطون. اوكي، غنحاولو نعلمو هاد النقاط كاملين ونديرو الاسقاطات ديالهم حتى لتحت. اوكي، نحاول نزربو شويه الفيديو. تري بيان، نشوفو دابا. اوكي، نقولو مثلا في الايطا انيسيال كان عندنا في هاد كيو ا كان عندنا فيها زيرو، ان فوا غادي يوصل الفرومونطون ديال يضرب الفرومونطون في الاورلوج اش غادي يوقع؟ هاد كيو ا تشونجي ليطا ديالها، يعني الا كان فيها زيرو غتولي فيها دابا غيولي فيها ان، وغتبقى غادية حتى الفرومونطون الموالي كان فيها ان غيولي فيها زيرو، غيولي زيرو يبقى غادي حتى الفرومونطون الاخر غيولي فيها دابا ان. اوكي، دونك غيولي دابا عاوتاني الفرومونطون الاخر غيولي فيه دابا زيرو، فرومونطون الموالي غيولي فيه دابا ان زيرو ان زيرو. تخي بيان، قلنا على ان هاد كيو ا هي اللي كتاثر لنا على الباسكول الثاني، باينه الفكره. وهاد الباسكول الثاني باش كيخدم؟ كيخدم تاهو بالفرون مونطون. دونك حتى حنا النقاط الاساسيه اللي هتهمنا هي ديال الفرون مونطون. مزيان، متفقين. نعطيو فكره ديال ان كيو ا ولا هاد باردون هاد كيو بي في ليطالينسيال فيها زيرو، دونك اي فوا يوصل لهاد الفرون مونطون ديال كيو ا يضرب هاد الفرون مونطون في كيو ا، وعندنا في كيو ا دونك غيولي هنا يشونجي ليطا هاد كيو بي، دونك غتولي فيها زعما ان، كان فيها زيرو غتولي فيها ان. هنا في الفرون مونطون اخر غيولي عندنا فيه دابا زيرو، حتى لهاد الفرون مونطون الاخر غيولي فيه دابا ان. ما فهمتيش حاجه مزيان هنايا قولها ليا في شي كومونتير. اوكي، راح يطرحوا لنا نشرحوهم يعني بشويه وتدريجيا في الفيديوهات السابقه، دونك هنايا غير كنحاول نزرب لكم شويه، يعني ما فهمتيش حاجه مزيان قولها ليا في كومونتير وغادي نحاول نوضحها لك، ولا غادي نقول لك شوف ان فيديو اكزاكتومون لي مشروحه فيه مزيان ان شاء الله. دونك هنايا هادشي اللي كاين عندنا، يعني هنا كان زيرو ان فوا ضرب هنا الفرومونطون ولا فيها ان، كيضرب عاوتاني الفرومونطون كيولي زيرو، كيضرب الفرومونطون كيولي ان، كيضرب الفرومونطون كيولي زيرو. دابا هاد كيو بي مالها؟ تا هي كتأثر لينا على الباسكول التالت، كتأثر على هاد الباسكول التالت، وهاد الباسكول التالت باش كيخدم؟ كيخدم الفرومونطون، يعني هنا اللي كيهمنا هما ديال النقاط ديال الفرومونطون. نقولو ان كيو سي في الإطا إنيسيال كان فيها زيرو، ان فوا يضرب هنا الفرومونطون غيولي فيها ان، وغتبقى غادية تلاش حتى الفرومونطون آخر، يعني هذا، دونك غتبقى غادا تال هنا، من بعد غادا تشونجي ليطا ديالها تولي زيرو، وغادا تبقى غادا تال الفرومونطون الآخر، الفرومونطون الآخر مكاينش عندي هنا مرسوم، باين، يعني كاين لهيه. دونك هكا كيفاش كيكون عندنا لو كرونوغرام ديالنا. نتحقو من هاد الكرونوغرام واش كيطابق لينا طابل دو فيريتي ديال هاد ديكونتور موديل 8. اش كنلاحظو هنايا؟ انا كان عندنا زيرو
0 1 0 1 باردون قلبناهم هنا 1 هنا فين كاين 1 حيت هنا نضرب 1 باين وهنا 0 وهنا 1 هنا 0 هنا 1 اوكي هنا 0 وهنا 1 0 هنا شنو عندنا 1 1 0 0 1 1 0 اتسيتيرا دونك هنا 1 1 1 0 0 0 0 بون باش نكملو كلشي مفهوم اش كنلاحظو هنايا الا كان عندنا 1 1 1 بحال هنا في الاول ثلاثة ديال لي 1 يعني اش يبان لينا حنا الارقام ديالنا في لافيشور غيبان لينا رقم 7 دونك هادشي اللي غادي نكتبو هنا في التحت يعني غيبان لينا رقم 7 هنا الى عندنا 1 1 0 كما كنلاحظو هنا شنو 1 1 0 اش من رقم يبان رقم 6 مفهوم هنا اش غادي يبان 1 0 1 1 0 1 رقم 5 1 0 0 1 0 0 رقم 4 0 1 1 هي 0 1 1 رقم 3 0 1 0 0 1 0 هي رقم 2 وما قبل الأخير عندنا 0 0 1 0 0 1 اللي هي 1 كتبوها حتى هي هنا وفي الأخير 0 0 0 اللي هي 0 أكيد كما كنلاحظوا وكتبقى كتعاود لينا هاد لا سيكل راه الا رديتو البال هنا هنا كنا بدينا في اللوب 0 0 0 يعني راه كنا بدينا هنا ب 0 في هاد الحاله حاله خاصه اوكي يعني كتجي حتى لهنا وكتعطيني كترجع وكتبقى غادا كتجي وكترجع باينه مزيان نتمنى الخوت تكونوا فهمتوا معايا هاد التمرين وخدمتوه اوكي باش تستافدوا منه اكثر كان عندكم شي سؤال شي حاجه ما واضحاش مزيان كان لكم تخليوها ليا في كومونتير وما تنساوش دعمونا بالضغط على زر لايك كتشجعكم لينا على تقديم المزيد ان شاء الله وشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم ما تنساوش خوكم صالح الدعاء ديالكم كان معكم الياس موزوني من قناة نيرو اكاديمي وما توفيقنا الا بالله.